وباز والله الا باز، غير كتحاول تهضر على الملك ديال البلاد كيخرجوا لك مليون واحد فحال هذا كيتهموك راك خائن وعميل وانفصالي، اولا كيخرجوا لك فحال هذا الماركة هذا اللي ما كيعرف يدير حتى جملة مفيدة، كيحسب راسو بطل وكيردك حتى انت معاه وكتلعب معاه في نفس الفرقة. داكشي علاش قبل ما نبدا هذا الفيديو بغيت نحط النقاط على الحروف ونوضح الامور مزيان. انا مغربي حتى العظم وكنبغي هذه البلاد اكثر من اي حاجه اخرى، وكنامل بكاع التوابيت ديالها بما في ذلك الملكيه كنظام حكم. وغنقول رايي بكل صراحه في الحدود اللي كتسمح بها حريه التعبير المنصوص عليها في الدستور والاحترام الواجب للملك من 1999، والمغاربه كيتسناو كل عام نهار 30 في شهر 7 باش يسمعوا الخطاب ديال الملك اللي كيدير لنا فيه ان بيلون على شنو طالي في البلاد، وكيعطينا فيه الرؤيه المستقبليه ديالو وكيفاش كيشوف المغرب ديال غدا. مثلا هذا الخطاب اللي تشوفوا دابا واللي الملك كيوعد فيه المغاربه انه غادي يحارب الفقر. سنولي عنايتنا كذلك مشكله الفقر الذي يعانيه بعض افراد شعبنا، وسنعمل بمعونه الله وتوفيقه على التخفيف من حدته وثقله. وعام على عام كتجي الرسائل اللي كيوجه الملك للمسؤولين ديال البلاد في الخطاب ديال العرش شديده اللهجه اكثر واكثر، حتى وصلنا للعام اللي قال فيه الملك بصراحه بان البلاد فيها الشفار. غير انني بعد الاطلاع على الارقام والاحصائيات التي تتضمنها هاتين الدراستين والتي تبرز تطور ثروه المغرب، اتساءل باستغراب مع المغاربه اين هي هذه الثروه؟ وهل استفاد منها جميع المغاربه ام انها همت بعض الفئات فقط؟ الجواب على هذه الاسئله لا يتطلب تحليلا عميقا. إذا كان المغرب قد عرف تطورا ملموس فإن الواقع يؤكد أن هذه الثروة لا يستفيد منها جميع المواطنين، ذلك أنني ألاحظ خلال جولات التفقدية بعض مظاهر الفقر والهشاشة. من مراجع الخطاب اللي انتقد فيه الملك الإدارة العمومية والموظفين ديالها اللي كيقضيو للمغاربة مصالحهم بالجميل، هذا الشيء إلهما قضاوهم أصلا. إن المرافق والإدارات العمومية تعاني من عدة نقائص تتعلق بالضعف في الأداء وفي جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، كما أنها تعاني من التضخم ومن قلة الكفاءة وغياب روح المسؤولية لدى العديد من الموظفين. إن الإدارة تعاني بالأساس من ثقافة قديمة لدى أغلبية المغاربة، فهي تشكل بالنسبة للعديد منهم مخبأ يضمن لهم راتبا شهري دون محاسبة على المردود الذي يقدمونه. ومن مورا هذا الشيء جا الخطاب اللي قال فيه الملك بكل صراحة أنه ما بقاتش عنده الثقة في النخب السياسي ديال البلاد. وإذا أصبح ملك المغرب غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا يبقى للشعب؟ لكل هؤلاء أقول كفى، واتقوا الله في وطنكم، إما أن تقوموا بمهامكم كاملة وإما أن تنسحبوا فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون. المشكل الكبير هو أن حتى حاجة في المغرب ما تبدلات والفقر باقي في البلاد، وهذوك اللي داروا لاباس على ظهر الشعب كيتنزعوا عليه بشي أرقام خيالية، مثلا مول 20 درهم في النهار راهو خارج عتبة الفقر. هذا يعني أن حنا ما بقاش عندنا شي حد اللي كيعاني من الفقر في حدود العتبة ديال واحد الدولار حتى جوج ديال الدولار. والثروة باقي ما عرفناش فين مشات وفين كتمشي، وهذوك اللي داوها جا رئيس الحكومة وقال لهم عفى الله عما سلف. أنت فلسفتك هنا عفى الله عما سلف وكفى، وهذا كلام الله، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. نحن يا أخي الكريم سأقول لك هذه فلسفتك بالفعل. اسمع 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 نعم هذه فلسفتي وأعتز بذلك. والإدارة باقي فيها الفساد وباقي فيها موظفين لا علاقة لهم بالكفاءة، وباقي المغربي مسكين كيتطرف بزاف ديال الاحيان يدهن السير باش يسير. شتو شي دوله في العالم تبغي تمشي تخدم في الاداره يقول لك نهار الجمعه يقول لك قبل 12، تقول له علاش راهم يساروا على بعض، يقول لك لا راه صلاه الجمعه من بعد. عمرو شتو شي دوله في العالم موظف كيمشي يصلي صلاه الجمعه كيخرج مع 12 ولا وحده يمشي يصلي صلاه الجمعه، المهم ياخذ وقته ومور صلاه الجمعه خصو يمشي ياكل سكسو عند امو، ماشي في دارو ولا عند امو، خصو يمشي عند الوالده ناكل سكسو، وخصو يدير لاسيست شويه يرتاح لنا مور الطعام واللبن، لان اللبن راك تعرف شويه يتقل، خصو ينعس شويه ومن يفيق يمشي ثلاثه ونص يقول له غيمشي يدير واحد الطله، غادي يمشي نطل ولا يمشي يهز الفيستا ديالو اللي خلاها قبيله بان مرات ما كذبها.
هادشي كله حاجة، وداكشي اللي واصل للمغرب اليوم حاجة أخرى، حاجة أخطر بزاف من داكشي اللي داز على البلاد في 2011. هاد العام عندنا حراك الريف اللي خرجوا فيه الناس للشارع باش يقولوا راهم مقهورين، وفي عوض ما يتشدوا المسؤولين اللي هملوا ديك الجهة والناس ديالها، تشدوا الناس اللي خرجوا كيطالبوا بحقهم أبسط حقوق ديالهم، وتفرقت عليهم 300 عام ديال الحبس. هناك أحكام تراوحت ما بين سنة إلى 20 سنة نافذة في صفوف الشباب قادة حراك الريف. المغاربة كاملين سخطوا على الوضع وخرجوا للشارع في الرباط وكازا ومدن أخرى، ماشي حيت الزفزافي وصحابو كيجيو من العائلة. المغاربة خرجوا للشارع حيت ببساطة خافوا يجي النهار اللي شي واحد فيهم يحاول يهضر على حقه ولا يوصل ليكم صوته يلقى راسو مضروب 20 عام ديال الحبس. في نفس العام جا حراك جرادة اللي عرى على الواقع المر اللي كيعيشو دوك الناس. من مورا هاد الشهادة جات الحملة ديال المقاطعة اللي بينت للمغاربة والعالم كامل ان الحكومة والمنتخبين ما كيمثلوش المغاربة وما كيدافعوش على المصالح ديالهم، واكدت عدم الثقة في النخبة السياسية اللي هضر عليه الملك في الخطاب ديالو. انا واحد من هاد الشعب ما بقى عنده ثقة لا في حكومة لا في منتخبين، وكيشوف البلاد غادا للحافة، وعنده امل في الله والملك ديال البلاد يعتقل البلاد كما اعتقلها الخطاب ديال 9 مارس. انا واحد من هاد الشعب اللي الكاس ديالو عمر، وكيتسنى الملك ديال البلاد غدا ان شاء الله يفيضوا على هادوك اللي عمروه ويهنينا منهم كاملين. انا واحد من هاد الشعب اللي كيتسنى الخطاب ديال غدا باش يطوي واحد الصفحه ديال الفساد والريع اللي عاش المغرب شحال من عام، ويفتح صفحه جديده فيها ديمقراطيه ديال بصح وتوزيع عادل للثروات وربط حقيقي للمسؤوليه بالمحاسبه. عاش الشعب وعاش الملك، الوحيد اللي حاسب الشعب والوحيد اللي بقيت الشعب كيثق فيه. كان معكم امين ظافر، وان غدا لنا ضريه قريب. تهلاو.